الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأحاول إن شاء الله تعالى الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت بخصوص زكاة الفطر. طبعا هذا الموضوع يتكرر كل سنة، وهذا دليل على حرص المسلمين على أداء هذه الشعيرة على الوجه الأكمل. فنحن لا نتجر من هذا، بل والله نفرح به، وإن كنا لا نستطيع أن نجيب كل من يسأل على حدة، فلذلك نحتاج إلى هذه التسجيلات. يعني إحنا كنحاول نجاوب على قدر الإمكان، لأن هذه الوسائل تأتينا فيها أسئلة كثيرة جدا في كل وقت، في الليل وفي النهار وفي الصباح وفي العشية، فيصعب علينا أن نجيب كل إنسان على حدة، وخصوصا أن بعض الناس يشترط شروطا. يعني بعض الناس يقول لك لا عافاك الله يجزك بخير، جاوبني بالدارجة، ولا جاوبني بالفصحى، ولا جاوبني بأوديو، ولا كذا كذا. فيتعذر علينا أن نجيب على كل فرد، فلذلك نحتاج أن نجمع هذه الأسئلة فنجيب جوابا عاما نسجله، لعل الله عز وجل أن ينفع به إذا كان مما يصلح للعموم. إذن غادي نبدأ بالسؤال الأول الذي ورد إن شاء الله تعالى، وهو على من تجب زكاة الفطر. يعني بزاف ديال الناس عندهم واحد الخلط، لا يفهمون عمن يجب إخراج الزكاة. طبعا الزكاة يخرجها المسلم عن نفسه، يخرجها المسلم عن نفسه، هذا هو الأصل. سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. لكن العلماء يقولون بأن رب الأسرة يخرجها عن امرأته وعن أبنائه وعمن يمون، يعني من تجب نفقتهم عليه فإنه يخرجها عليه. يعني أنا مثلا غادي نخرج على مراتي، وغادي نخرج على وليداتي، هذا هو الأصل. يعني كل من تلزمني نفقتهم فإنني أخرج عليهم، أخرج عنهم الزكاة، هذا هو الواجب في هذه الزكاة. طيب بعض الناس كيجيهم واحد الإشكال، وهذا أيضا ورد، كيقول لك جاء واحد القريب وصام معي رمضان، جاء عندي ولد عمي، جات عندنا بنت خالتي، جات عندنا يعني شي واحد من الأقارب، ولا واحد الصديق مثلا، ودوز معنا رمضان، ولا دوز معنا 10 أيام الأخرى في رمضان، واش نخرجوا عليه الزكاة؟ كنقولوا بأن الزكاة أصلا تلزم الإنسان ومن يمونه إن كان عاجزا عن أدائها عن نفسه. أما هذا الإنسان هذا اللي جاي ضيف وخا يدوز معك رمضان كله، فإنه لا تلزمك نفقته، فالنفقة التي تنفقها هي من باب الضيافة. أنت من يفطر عندك وتعشى عندك وتسحر عندك، هذا من باب يعني الضيافة، مش من باب النفقة الواجبة. إذن إلا فهمنا هذا المعنى غادي تتضح إن شاء الله تعالى الصورة. إذن كل واحد اللي واجب عليا ننفق عليه هو اللي كنخرج عليه الزكاة، اللي واجب عليا ننفق عليه النفقة العامة هو اللي كنخرج عليه زكاة الفطر. إذن المسألة أرجو أن تكون مفهومة. طيب سؤال آخر، كيجي واحد الإنسان كيقول لك أنا ولدي مثلا كاين في بلاد أخرى، نقول مثلا في أوروبا، يشتغل هناك يدرس هناك وكيجي هذا العيد، ثم تصيبه الحيرة، كيقول لك غندير دابا، واش غادي نخرج على نفسي ولا غادي يخرجوا عليا والديا في المغرب؟ نقول بأن الزكاة واجبة على أعيان المسلمين، هذه الزكاة هذه واجبة على أعيان المسلمين،
فإذا كان هو عنده القدرة، عنده وظيفة، عنده حرفة، عنده راتب، فإنه يخرج عن نفسه، هو كيخرج على نفسه. طيب إذا كان هو عاجز، يلا عنده شي منحة ديال الدراسة داك الشيء وما قدرش، فإننا نخرج عنه، نحن معشر الآباء، أنا الوالد ديالو أنا غادي نخرج عليه. طيب لو لم يجد من يدفعها إليه من الفقراء، غالبا تما كيكونوا الناس مرقعين شوية ولا ما كيحتاجوش لهذه الزكاة ولا صعيب عليه باش يقلب على المستحقين، اش خصو يدير؟ يوكل غيره، كيشوف الناس اللي في البلد ديالو وكيخرجوا عليه الزكاة. فأنا مثلا عندي ولدي في فرنسا ولا في إيطاليا ولا كذا، أنا كنخرج عليه الزكاة فتبرأ عهدته من ذلك، يعني الذمة ديالو صافي كتبرأ من ذلك. فإن شاء الله يكون هذا الجواب واضح بإذن الله. هذا أيضا يقع حتى بالنسبة للسفر الذي يكون عارضا لطاعة ولعبادة أو لغير ذلك من المصالح التي تعرض للإنسان. فمثلا كيمشيو الناس مثلا للعمرة، وهذا أمر ترد فيه أسئلة كثيرة، كيمشي شي واحد للعمرة وكيقول لك واش نخرجها تما ولا نخرجها هنا. الأصل في ذلك جواز الأمرين، بحال خرجها تما بحال خرجها هنا. فإذا خرجها تما كيعطيها الفقراء المسلمين هناك، إلى وكل الناس ديال البلد ديالو وقال لهم خرجوا عليا، فهي أيضا جائزة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه قضية التوكيل لا يشترط فيها القرابة، يمكن يعني يتوكل شي واحد ما عندك كاع به علاقة، واحد جارك، واحد الجمعية مثلا تتولى جمعة زكوات المسلمين. وهنا واخا حنا كنقولوا بأنه زكاة الفطر خصها تخرج بالطعام، يعني القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غالب قوت البلد كما ينص عليه بعض الفقهاء، لكن إن أعطيت الوكيل مالا فهذا لا حرج فيه. فأنا ماشي كنقصني لا نعطي القمح ولا الدقيق ولا كذا للجمعيات، لا نعطيهم الفلوس وهما كيشريو، فإنني أجعلهم وكلاء، كنوكل هذوك أصحاب الجمعية، طبعا أراعي في ذلك الأمانة والصدق، يعني حتى كنكون متيقن بأن هذوك الناس فعلا يعني أهل أمانة وأهل صدق وليسوا بغشاشين وليسوا بكذابين، ونعرف بأن ديك الصدقة ديالي غادي توصل للمستحقين ديالها. إذن كنعطيهم ذاك التقدير الذي يمكن أن تشترى به هذه الزكاة، وهما كيتولوا الصف ديالها وكيعرفوا الأوجه المشروعة لإخراجها. وهذا قد يكون أنفع في بعض الحالات، يعني إذا كنت كنعرف بعض الفقراء بأعيانهم، كان عرف أنا مثلا شي أرامل، كان عرف شي يتامى، كان عرف شي ناس اللي مستحقين من المساكين، فإنني أتولى إخراجها بنفسي، هذا هو الأكمل وهو الأفضل. لكن إن دار الأمر بين أن أخرجها وأعطيها من لا يستحق وللسائلين والمتسولين الذين اتخذوا ذلك حرفة، فإنني إن وكلت هذه الجمعيات فإنها في الغالب تكون لها لوائح، هذه الجمعيات يعني كتكون كتخدم في المجتمع المدني، كتكون عندها لوائح، كتكون مثلا مكلفة بأيتام، بأرامل، بمعوزين، بمعاقين، بالناس اللي عندها اللوائح ديالهم وتأكدات منهم، يعني ومشات عندهم وعرفات الحالة ديال الاجتماعية ديالهم، فهي لا يخفى عليها ذلك الأمر. إذن من اللي كنعطيهم الزكاة فكتمشي للمستحقين بيقين، فأكون بذلك إن شاء الله تعالى قد أديت ما علي من الزكاة وبرئت ذمتي ووصلت إلى مستحقها، ووصلت إلى مستحقها. طيب سؤال آخر هذا أيضا ورد، امرأة مطلقة هل يجب على زوجها أو مطلقها أن يخرج الزكاة عنها؟ العلماء كيفرقوا، كيقولوا بأنه إذا كانت المطلقة طلقت طلاقا رجعيا
فيخرج عنها، وإن كان الطلاق طلاقا باتا فهي تخرج عن نفسها، فهي تخرج عن نفسها. يعني الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وكيكون المرأة يعني باقي عنده الحق باش يرجعها، فهي زوجته راه باقي الزوجة ديالو، باقي ما خرجتش من العدة ديالها. حينما تخرج من عدتها فحينئذ تملك نفسها، انك تولي حرة، كيمكن لها تزوج واحد الرجل آخر، إذن ليست مطلقة مرجعية، إذن النفقة ديالها كتنتهي ها هنا. أما إن كانت مطلقة طلاقا باتا يعني الطلقة الثالثة، صافي راه ملي كتطلق صافي تملك نفسها، وحينئذ تخرج الزكاة عن نفسها، كتخرج الزكاة على نفسها. أمر آخر، سؤال آخر، البنت الذي تزوجت ثم طلقها زوجها ورجعت إلى بيت أبيها، هل تخرج الزكاة عن نفسها أم يتولى أبوها إخراج الزكاة عنها؟ واش تخرج على نفسها ولا أبها هو اللي غادي يخرج عليها؟ طبعا النفقة كما قلنا الوالد في الأصل هو اللي كينفق على ولاده وعلى بناته، ففاش كتزوج البنت كتنتقل النفقة ديالها للزوج ديالها. إذا دابا بناتنا إلا كانوا مزوجين راه رجالهم هما اللي كينفقوا عليهم وهما اللي كيخرجوا عليهم الزكاة ديال الفطر. طيب لو قدر وأن تلك المرأة طلقت ورجعت إلى بيت أبيها، فإن النفقة ترجع كما كانت قبل الزواج، إذن كيولي هذاك الأب هو اللي كينفق على بنته المطلقة. فإن كانت عاجزة عن إخراج الزكاة عن نفسها فإنه يخرج عنها الزكاة، والله أعلم. كاين واحد مسألة أخرى، هي كيكونوا ناس مجموعين في بيت واحد، يعني مزوجين، عنده الرجل عنده أبناء وعنده بنات وكل شيء مزوج، وعندهم مثلا غرف، هذا سكن هنا وهذيك سكن هنا، بحال كيف كانوا مثلا واحد الوقت كانت ديور كبار وساكنين مجموعين وكتكون نفقة ديالهم واحدة وكذا. طيب من الذي يخرج الزكاة؟ يعني دائما إلا فهمنا هذه القاعدة بأن من يتولى الإنفاق هو الذي يخرج الزكاة عمن يمون إذا كان عاجزا، فكل واحد كيخرج الزكاة على هذوك اللي واجب عليهم النفق. يعني مثلا ولدي مزوج غادي يخرج على مراته وغادي يخرج على وليداته، أولادي اللي باقين ما مزوجينش وما عندهمش دخل وما عندهمش قدرة أنا اللي كنخرج عليهم، بناتي اللي ما مزوجينش أنا اللي كنخرج عليهم، بنتي مزوجة كيخرج عليها رجلها، وهكذا. إذن فاش كنفهموا هاد القاعدة ديال الإنفاق كتحل هاد الإشكالات وكتوضح، لأن بزاف ديال الناس كيسولوا على هاد الشيء وكيكون فيه حيرة وفيه غموض، وطبعا هناك تفاصيل عند الفقهاء، أنا أحاول فقط أن أقرب الأمر وأن أجمله لعل الله عز وجل أن ينفع به. طيب سؤال آخر، بالنسبة لهذه زكاة الفطر، واش يجوز نعطيها الفقير واحد؟ يعني الزكاة ديالي مجموعة كلها، ديالي والزكاة ديال مراتي والزكاة ديال أولادي، نعطيها الفقير واحد؟ نعم نعطيها الفقير واحد، واخا تكون يعني مثلا يعني توصل حتى 40 كيلو 50 كيلو ما عندي مشكل، شحال ما وصلت إلا كانوا عندي الأفراد ديال الأسرة أكثر نعطيها الفقير واحد، هذا أمر جائز لا حرج فيه. هل يجوز أن أفرق الزكاة على مساكين متعددين؟ نعم أيضا، ولو زكاة الرجل الواحد، فرضنا واحد الإنسان ما مزوجش هو كيخرج الزكاة على نفسه، عنده مثلا 4 ديال الأمداد يمكن يفرقهم على 2 ديال المساكين، هذا يعطيه 2 ديال الأمداد وهذا يعطيه 2 الأمداد، هذا أيضا جائز لأنه أخرج الزكاة مستوفاة لقدرها المنصوص عليه شرعا. إذا الشرع وجب علينا باش نخرجوا صاع، هو خرج صاع، أعطاها المسكين واحد فرقها على 2 مساكين، أعطى الزكاة ديال
جوج الناس ديال ربعة الناس أعطاها المسكين واحد، كل ذلك أمر جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. طيب سؤال آخر، هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ العلماء كيقولوا بأن هذا الأمر جائز ولكن في بعض الحالات. فالأصل أن الزكاة تخرج في البلد، وهذا سبحان الله من حكمة الشرع، هو أن هذا التكافل الاجتماعي يحصل في جميع أقطار الدنيا. فمثلا المغاربة كيعطوا الزكاة للمغاربة، يعني أهل كل مدينة كيعطوا المدينة اللي هم فيها. فمثلا الناس ديال مراكش كيعطيو الناس ديال مراكش، الناس ديال الدار البيضاء كيعطيو الناس ديال الدار البيضاء، الناس ديال فاس كيعطيو الناس ديال فاس، وهكذا، يعني كيعطوها في نفس البلد، لأن بهذا يحصل التكافل وهذا التوازن الاجتماعي. والأصل فيه كما قال الفقهاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فاعتبروا هذا الضمير أغنيائهم، يعني أغنياء ذلك البلد، وترد على فقراء ذلك البلد. إذن احنا من كنعطيو الفقراء ديالنا والناس الاخرين كيعطيو الفقراء ديالهم، كتولي الكفاية، ما كيبقوش محتاجين. لكن تصوروا لو اننا خرجنا احنا الزكاة ديالنا واعطيناها لواحد الجهة، وبقاو الفقراء ديالنا كيقلبوا ما لقاو اللي يعطيهم، فيحصل بذلك خلل وسوء تصرف. فلذلك الأصل أنها تخرج في البلد. يعني متى يجوز نقلها إلى بلد آخر؟ العلماء كيقول لك في بعض الحالات. فمثلا إذا عظمت الحاجة، فمثلا بعض البلاد الحاجة ديالها إلى طعام، إلى هذه الزكاة، أكثر من حاجة أهل البلد. فمثلا بعض البلاد ابتليت بالحروب، أسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين المضطهدين في كل مكان، يعني بحال الآن نشهد يعني تلك الحروب الطاحنة على إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة على جهة الخصوص. فإذا كان مثلا شي طريق وشي سبيل آمنة وموثوقة لإيصال تلك الزكوات إليهم فهذا أمر لا بأس به، ونؤثر هؤلاء بزكاتنا لأن الحاجة أعظم. وكاين مثال آخر، مثلا كيف كان مثلا الزلازل، واحد بلاد مثلا فيها الزلزال، واحد بلاد مثلا فيها المجاعة، وحنا الأمور عندنا شوية مقاربة يعني على قد الحال، ولكن ما عندناش ذاك الفقر المدقع بحال ذاك البلاد. إذن إذا أعطيناها لهذاك البلاد اللي هو أحوج إليها لا بأس، يجوز نقلها في هذه الحالة. الحالة الثانية هو أن أنقلها إلى قريب، أن أنقلها إلى قريب. عندي واحد القريب ديالي مسكين محتاج، لا يكفيه يعني ما عنده، عنده مثلا واخا يكون كاع خدام شي خدمة على قد الحال وما كيكفيش هذاك الشيء، فأنا كنعطيه الزكاة، كنرسلها ليه واخا لبلد آخر، أنا في مراكش ونصيفطها ليه للدار البيضاء، ولا نصيفطها ليه لفاس، ولا نصيفطها ليه كذا. علاش؟ لأن الصدقة عموما في القرابة لها أجر مضاعف، يعني هي صدقة وصلة، هي صدقة أنال بها أجر الصدقة وأنال بها أجر الصلة، يعني في المقربين أولى كما كنقولوا العامة. إذن إلا صفتها القريب ديالي فهنا يجوز أن أنقلها من هذا البلد إلى ذلك البلد الذي يقيم فيه قريبي. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة كيقول العلماء إذا حصلت الكفاية في البلد، إذا حصلت الكفاية في البلد، مثلا هاد الناس اللي احنا معانا كانوا محتاجين ولكن أعطيناهم وأعطيناهم وأعطيناهم وفاض عليهم الخير، الحمد لله ما بقوش محتاجين، ما وجدناش فقراء، فحينئذ يجوز لنا أن ننقلها إلى غيرهم ممن هو أحوج إليها، ممن هو أحوج إليها، هذا أمر لا بأس به. إذن هذا ما يتعلق بنقل الزكاة من بلد إلى بلد. طيب مسألة أخرى، يعني متى نخرج هذه الزكاة؟ نخرجها صبيحة العيد،
هذا هو أفضل وقتها. ولكن قد يتعذر ذلك، لأن في القديم كانوا الناس يعني مجموعين، وكيمكن تخرج في الصباح وتلقى المسكين وتعطيه ديك الزكاة عاد تمشي للمصلى من أجل أداء صلاة العيد. لكن لو أعطيتها قبل ذلك بيوم أو يومين هذا أمر أيضا جائز، وقد فعله الصحابة رضي الله عنه. إذن اللي خرجناها ابتداء من 28 رمضان أو 29 رمضان فهذا أمر لا حرج فيه وتبرأ به الذمة إن شاء الله تعالى. ولو خرناها حتى صباح العيد أمر جائز وهو أفضل، لكن إن تيقنا أننا نستطيع إخراجها قبل أن يخرج وقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة، يعني كتفقد هذاك الأجر الكبير ديال الزكاة وكتولي صدقة من الصدقة، بحال صدقات ديال التطوع العامة التي تكون طول السنة. فلذلك يحرص المسلم على أدائها في وقتها، لأن هذه العبادات عندها يعني شروط وعندها أحكام لا بد للمسلم أن يتفقه فيها حتى يخرجها على الوجه الأكمل إن شاء الله. ما هو مقدارها؟ طبعا المقدار معروف، وهو صاع من طعام، صاع، صاع هو أربعة ديال الأمداد، أربعة ديال الحفنات بكفي الرجل المعتدل، وهذا أشرنا إليه في تسجيل سابق. يعني علاش الفقهاء كيقولوا كفي الرجل المعتدل؟ لأن إلا كان الرجل طويل القامة هذا الكف ديالو غادي تهز بزاف، وغادي يكون فيها إجحاف وإضرار بالمزكي. أنا كنت غادي نخرج مثلا جوج كيلو نص، إلا عبر لي واحد رجل يديه كبار غادي نولي نخرج ثلاثة ولا أكثر. فلذلك اشترطوا هذا الشرط، كيقول لك لا خصو يكون معتدل القامة. طيب إلا كان شي واحد مثلا قصير يديه قصار، ما غاديش يستوفي الواجب، غادي يخرج مثلا قل من هذاك الشيء اللي واجب عليا، وغتبقى ذمتي مشغولة ولا تبرأ ذمتي بذلك. فلذلك قالوا يعني بكفي الرجل المعتدل، بكفي الرجل المعتدل يعني متوسط القامة. هذا طبعا على جهة التقريب. العلماء اللي داروا قضية الوزن قالوا بأنه يعني يأخذ العبار، وهذا داروه فيه شوية ديال التوفية ولا بأس بذلك عند جماهير العلماء، على أن يكون القدر المحدد هو الواجب، وما زاد عليه فيكون تطوعا إن شاء الله تعالى، وهذا أجازه كثير من الفقهاء. إذن فش الفقهاء المعاصرين وازنوا المكاييل التي تخرج بها الزكاة، قال لك بأنه الزكاة مثلا جوج كيلو نص، إلا أعطى الإنسان جوج كيلو نص راح خرج من الخلاف، جوج كيلو نص على كل واحد، يعبر جوج كيلو نص على نفسه، على امراته، على وليداته، على كل من ينفق عليهم يخرج عنهم الزكاة، فهذا تبرأ بذلك الذمة إن شاء الله تعالى. طيب سؤال آخر ولعله أن يكون أخيرا، بعض الناس كيقول لك عندي واحد الأجير، عندي واحد الخادمة، واحد الخادمة راه ساكنة معايا وتتعاون يعني ربة البيت وتطيب معنا وتتصب لنا حوايجنا وتتعاوننا الله يجزيها بخير، ولكن احنا كنخلصوها. طبعا الخادمات غالبا كيكون عندهم واحد الخلاص يعني على قد الحال، وكيكونوا يعني من جملة المساكين، من جملة المساكين، لأن المسكين ماشي هو الفقير، المسكين هو الذي يجد شيئا لكنه لا يكفي، أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا، ما عندوش كاع مرة. المسكين غادي يكون عنده شي بركة ولكن ما كتكفيش. فلذلك هذا أيضا جواب لبعض الأسئلة التي ترد، كيقول لك وا فلان راه خدام، خدام شحال كيشد، كيشد شي حاجة زايدة. كنقول له بالله عليك هذاك الشيء اللي كيشد هو ربما أنت غير كتخرج مع وليداتك وكتخلصوا في وجبة غداء واحدة،
ومع ذلك كتقول راه كاين الاحوال ديال الناس حنا كنشوفوها، ارتفاع الاسعار وغلاء يعني السلع، هذا امر يعني ضج منه كثير من الناس. فلذلك ملي تشوف شي واحد مسكين اعطيته زكاه الفطر فهذا يعني ان شاء الله تعالى يقع موقعها. اذا هذيك الخادمه واش واجب نخرج عليها؟ ماشي واجب، لانها وان كانت تقيم معنا مثلا وننفق عليها فنفقتنا عليها تطوع. حنا كنعطيوها مثلا ذاك الراتب اللي كتستحق بموجب العقد الذي بيننا وبينها، ولكن هذيك النفقه كتاكل وتشرب وداك الشيء راه ماشي واجب، ماشي واجب، لان كاين الناس اللي كيكونوا مثلا عندهم شيء من البخل وشيء من يعني الشح، كيقول احنا كنخلصوك شري الماكله لراسك. اذا ما واجبش علينا ننفقوا عليها، فهي تخرج الزكاه عن نفسها، تخرج الزكاه عن نفسها، هي اللي كتخرج الزكاه على نفسها ان كانت تجد ذلك، والا ما قدرش حينئذ تسقط عنها الزكاه، تسقط عنها الزكاه. وحنا الا بغينا نعطيوها الزكاه وهي في هذا الوصف، نعم نعطيها الزكاه، نمكنها من الزكاه ولا حرج في ذلك. بحال واحد الانسان عنده سائق، واحد الانسان عنده يعني بستاني جارديني مثلا، عنده حديقه وتكلف، يعني كل واحد عنده. بعض الناس هادو خدام لانهم ليسوا عبيدا، هم احرار، فإلى اعطاهم الزكاه للحاجه فهذا امر مشروع وجائز ان شاء الله تعالى ولا حرج في ذلك. يعني ما ادري لعل الاسئله التي وردت يعني اجبت عنها كامله، او بقي هناك شيء ما ادري شنو اللي يمكن يبقى، اعذروني لان يعني سؤال آخر هذا طبعا أجبنا عنه بالتفصيل، قضية واش نخرجوها فلوس ولا نخرجوها يعني بالطعام. طبعا الراجح هو إخراجها طعاما، الراجح هو إخراجها طعاما، وهذا قول جماهير العلماء. وإخراجها نقدا قال به بعض الفقهاء، لكن هو قول مرجوح، هو قول مرجوح. فالمسلم دائما يسعى للخروج من الخلاف حتى تبرأ ذمته بيقين ويؤدي العبادة وهو مطمئن بأنه أداها كما أوجبتها الشريعة عليه. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.